أعلى شوية شوية. How do you climb what? He means climb down. آه الجرافيتي. الحديقة. يمكن في حتة فيها مطلع. ما تمدش قوي عشان تكيب الديستنس بينا وبين الناس اللي قدامنا. ماشي هما المفروض يكيب الديستنس بينهم وبيننا. رحنا شيء متر. ده في سلة. لا ما احنا كنا عايزين نقول ازاي نزلوا وراحوا. لا يا كمال ده مش سلة. ده مخرج بلاعة. النهاردة عايزة اتكلم على ازاي ان موضوع الفيروس ده خلانا نرجع في لحاجات اساسية جدا 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 قد ايه كنا بنتغاضى عنها، زي مثلا موضوع النظافة الشخصية. تخيلوا اغسل يديك قبل الاكل وبعده، اللي كانت مكتوبة على الكراسات زمان، اللي يعني ناس كتير قوي 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 كانت بتستهتر بيها، ان بعد ما نخلص الحمام ونخرج من التويلت نغسل ايدينا كويس قوي قوي قوي، ان احنا نقلع الجزمة على باب البيت وما ندخلش بيها. الحاجات الامور الاساسية ان احنا لما نبقى مع حد ما نقربش منه قوي ونحط وشنا في وشه. امور يعني دلوقتي انا بفكر فيها انها من البديهيات. من ضمنها مثلا اللي هو السوشيال ديستانس، ده مفهوم ان انت لازم تحافظ على مسافة معينة بينك وبين الناس وانت ماشي في الشارع. وده انا قريته في كتاب الاتيكيت لإيميلي بوست، كتاب اتكتب في 1800 وبتتكلم على ادب الشارع. طبعا يعني احنا عندنا برضو هتلاقوا فيه كل ديانة بتتكلم على ادب الشارع، ان اللي ماشي في الشارع يغض بصره ويبص بعيد، ان ما نتزاحمش واحنا في المجالس، ما نلزقش في بعضينا، لو احنا ماشيين على الرصيف ولقينا شخص جاي نوسع له الطريق، واذا قيل لكم افسحوا وسعوا فسحوا كده. الامور اللي احنا يعني فعلا فعلا من الادب والاخلاق والرقي والتعامل. وللاسف في طبعا يعني تجاوز هذه الاخلاقيات مش بس موجود في بلادنا احنا، عشان نقول بقى ان احنا بلاد جهله ومتخلفه، لكن موجود في بلاد تانية. ولقيت ان الحاجه الاساسيه الشرط اللي فيه هو الزحمه، ان الدنيا لما تبقى زحمه قوي الناس بتفقد التصرفات اللطيفة الجميلة الحلوة دي وتصرفات الأدب والأخلاق، ودايما بيبقى فيه نزعة فيها أنانية وأنا وبس، أنا اللي أمشي، اللي عايز يوسع يوسع، أنا اللي أقعد، أنا اللي أخد راحتي، أنا اللي أحصل على أقصى حاجة أنا عايز أحصل عليها. لما الحكومات قالت للناس يعني اقعدوا في البيت، حتى لدرجة ان هم بيحطوها لهم دلوقتي على بانرز كبيرة stay home، خليكوا قاعدين في البيت. ليه؟ لانها فشلت انها تحكم سلوكيات البشر. في مثلا مدن ساحلية على محيط او على بحر،
كان ممكن يطلع ويروح مع الاحتفاظ لما قالوا كيب، خلي بينك وبين الشخص الآخر 6 قدم. 6 قدم يعني مترين، يعني 1.80 متر، يعني 2 متر تقريبا. عادي ان احنا ننزل، احنا بننزل. ويمكن هوريكم النهاردة فيديو او شفتوه قبل ما اسجل، واحنا نازلين نمشي في تريل حوالينا، وازاي كنا بنحاول ان احنا نخلي في مسافة بيننا وبين الناس اللي ماشيين. كان في ناس ماشيين قدامنا وفي ناس ماشيين ورانا، وبرضو كنا بنحاول نحافظ على المسافة دي بيننا وبين الناس اللي ماشية. لما بندخل محل ونقف عند الكاشير، بنقف في مسافات بعيد بيننا وبينه، بنحط الحاجات بتاعتنا، هو بيبقى بعيد شوية، بنحط الحاجات بتاعتنا ونبعد، وهو ياخد يقرأ الباركود اللي على الحاجات دي، ولما نيجي ندفع يبعد هو شوية، وهكذا، بحيث ان احنا نحافظ على المسافة دي. عشان انا قلت لكم سبب من اسباب، اكبر سبب واهم سبب من اسباب انتشار العدوى هو الرذاذ اللي طالع مننا. والرذاذ ده بيطلع عن طريق كحة، عن طريق عطس، عن طريق الكلام، التفتفة اللي بتطلع في الكلام. فالسوشيال ديستنس، يعني ليه احنا اتفرضت علينا دلوقتي اجراءات اكثر صرامة؟ عشان احنا ما احترمناش. يعني البني ادم كل ما تجيله رخصة يستغلها ويبقى عايز الاكبر كمان ويبقى عايز الاكتر كمان. فيعني للأسف، يعني مش عارفة يعني هنتعلم امتى. لكن تخيلوا مثلا كاليفورنيا من اكتر المناطق المصابة، ونيويورك في امريكا من اكتر المناطق المصابة، ودلوقتي كمان اسبانيا بقت لاحقتهم في هذا السباق. لان الناس، الشعوب في الاماكن دي طبيعتها عدم الالتزام، طبيعتها استغلال الفرص. ان لما تجيلنا فرصة ان احنا نخرج ونتفسح ونقضي وقت لطيف، وفي دول تانية برضو بقوا يطلعوا يفتروا على البحر ويطلعوا الجناين، روح الجنينة مفيش مشكلة. لكن هل هتقدر تحافظ على كأن في دايرة حواليك قطرها 4 متر، يعني نص قطرها 2 متر، عشان يبقى بينك وبين اي شخص حواليك 2 متر. طبعا الكلام ده لا يسري على افراد الاسرة الواحدة، يعني انا لما بنزل انا وجوزي واولادي احنا بنبقى 1 يونت، فحوالين الوان يونت دي في 2 متر محوطينها داير ما يدور، بحيث ان مفيش حد يبقى بالقرب اللي يخليه متعرض للرذاذ اللي احنا اللي بيصدر عننا، ولا ان احنا كمان نبقى متعرضين للرذاذ اللي بيطلع من الناس التانية. فمدام بقى مش هنقدر نحافظ على السوشيال ديستنس دي، سوشيال ديستانس يعني ايه بالعربي؟ يعني المسافة الاجتماعية دي، والمسافة الشخصية، لازم هتتفرض علينا بالقوة. فيعني ربنا يستر. المشكلة ان في فعلا ناس متهاونة وفي ناس مستهترة، وللأسف للأسف يعني حتى كمان على مستوى المسؤولين بقى في هذا التهاون وهذا الاستهتار. انا بقول يعني دلوقتي ما فيش حد يطلع بره من غير ماسك. في مقالات قريتها وحاجات قريتها ان ممكن حتى تعملوا ماسك انتوا في البيت وتحطوا جوه. في شخص قال لي معلومة حلوة جدا جدا، الفلاتر اللي بتستخدم في المكانس الكهربائية ضيقة جدا وممكن استخدامها، فلو عندكم فلتر جديد طبعا محدش استخدمه، قصوا منه وحطوه، ده هتقدروا تتنفسوا في نفس الوقت، هو ضيق بما فيه الكفاية انه ما يسمحش لرذاذ الناس اللي حوالينا انه يصل لينا فنستنشقه فتحصل العدوى. دي كده كانت حاجة على السريع. النهاردة عندنا شغل وعندنا مذاكرة،
وبدور على قطعة بيانو أتعلمها وابتدي فيها. فكان في حاجة بيعزفها ابني، فقلت له أنا عايزة أتعلم أعزفها على البيانو. فقعدت دورت على النوتة بتاعتها، وهحاول النهاردة أتعلمها شوية، يمكن أوريكم. بس أنا طبعا مش محترفة قوي يعني، ده يا دوبك أنا بدندن كده بس يعني، دندنة أي كلام يعني. فأهم حاجة خليكم في البيت، احتفظوا بهدوء أعصابكم، ابتسموا، لموا ولادكم حواليكم، اضحكوا، قضوا وقت لطيف مع بعض. خلونا نحول المحنة اللي احنا فيها إلى منحة، كأنها منحة ربانية سبحانه وتعالى، إن احنا نهدى كده ونقعد في بيوتنا ونتكنكش كده مع بعضينا. وإذا لو زعلانين ان احنا مش بنصلي جماعة في المسجد، كل أسرة تتلم وتصلي مع بعضها. لو احنا زعلانين ان احنا مش بنتزاور، البسوا كده واعملوا كأنها زيارة لنفسكم، كأن يعني احنا هنقعد شوية مع بعض، بنلبس ونتشيك وطلعوا كده طقم الكاسات، واشربوا العصير في الكاسات وحاجات زي كده. طلعوا مثلا الفناجين اللي بنعمل فيها للضيوف الشاي والقهوة، واعملوا الشاي. والنهاردة قولوا لا، احنا هنعمل قعدة لطيفة مع بعضينا. يعني نحاول يعني ان احنا نرفه عن نفسنا ونخفف عن نفسنا. مش عيب التفاؤل، مش عيب يعني الأمل، مش عيب النظرة الجميلة، مش عيب. والناس اللي بتحاول تضفي بهجة على حياتها، دول مش ناس وحشين على فكرة، ولا ناس في مخهم حاجة، ده بالعكس، ده هم دول الكسبانين. يمكن أشوفكم بعد شوية. بس خد بالك بس من الحتة السنسيتيف في الدوفر. أنا Look at that. Oh, that's a shot. Give me that thumb. Give me a leg. Give me a leg. تلم الضوافر دي بقى يا حلو اللي نطورتها في كل حتة. لما بقى Is she screaming دلوقتي؟ لا بتأن. خلاص. اي 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 اي